مع اقتراب موعد الاستفتاء على مشروع تعديل الدستور الجزائري في الأول من نوفمبر المقبل، غياب التوافق ما زال يطغى على مكونات الساحة السياسية في البلاد أمام موقف مكونات الحراك والطبقة السياسية الرافض لهذه الوثيقة. وثيقة غاب في صياغتها حسب المتحفظين بشأنها منطق الحوار والتشاركية السياسية مع الفرقاء من أحزاب ونقابات وشخصيات وطنية، حيث تم طرح المسودة حسب هؤلاء بشكل معد سلفاً في ظرف صحي ووبائي استثنائي، ما جعل العديد من الأحزاب وعلى رأسها جبهة العدالة والتنمية تقاطع جلسة التصويت بعد أن انسحب نوابها للتعبير عن رفضهم للوثيقة. نحن كنواب جبهة العدالة والتنمية رأينا بأننا ليس معنيين بالتصويت على هذه الوثيقة، لأنها يعني لا تستجيب لتطلعات الشعب الجزائري، وكذلك الطريقة التي مررت بها يعني ليست الطريقة التي تمرر بها سائر القوانين من قبل. نفس الموقف المتحفظ بشأن الوثيقة يعبر عنه أيضا الشارع الجزائري، الذي اعتبر أن مسودة الدستور الجديد كرست عدم مشاركة المواطنين في بناء الجزائر الجديدة، وحافظت على الأسلوب الأحادي في رسم ملامح المرحلة المقبلة في البلاد، وهو ما يضرب حسبهم عرض الحائط أهداف حراك فبراير 2019. والله أنا حقيقة طلعت عليه الدستور جديد، في واحد النقاط غيروها تعجب، في نقاط خلاوها من النظام السابق، نتمنى معناها قبل ما يصدقوا عليه أنه يمر على المناقشة على البرلمان، لأنه سمعت أنه في البرلمان سيتم التصويت فقط لا تتم المناقشة، إن شاء الله تتم المناقشة في البرلمان، بعض النقاط يغيروها لنا. أظن أنه سنشهد نفس المشهد الذي شهدناه في انتخابات 12، ستكون هناك حالة من الانقسام في الشارع، هناك جزء من سيتشجع للذهاب إلى المشاركة، هناك من سيقاطع، لكن سنغيب مرة أخرى مرحلة من مراحل التوافق. كنا نتمنى أن هذه المحطة القادمة في أول نوفمبر تكون جامعة لكل الجزائريين من أجل أن نذهب في طريق الدخول إلى انتقال ديمقراطي حقيقي، لكن للأسف ما زلنا نراوح مكاننا عبر وثيقة لا تحظى بحد أدنى من التوافق. حسب المادة 9 من دستور 2016، فإنه وفي حال رفض الشعب القانون الذي يتضمن مشروع التعديل الدستوري، فإنه يصبح لاغياً ولا يمكن عرضه من جديد على الشعب خلال الفترة التشريعية. فهل ستكون هناك سابقة سياسية في الجزائر وسيرفض الشعب هذا التعديل الدستوري بعد 9 استفتاءات مرت كلها بالإجماع؟